مرحبا، انا بس عندي سؤال لكل المشاهير العرب، انسوكم من الاجانب اللي وقفوا معنا وكتر خيرهم. المشاهير العرب ايا كان نوع شهرتك، مغني، ممثل، فنان، مقدم برامج، الشيوخ، عائض القرني، عمر خالد، ليش استنوا؟ احمد الشقيري، ملك الحكم والمواعظ والاخلاق، وينكم؟ ولكم الشيوخ، شيوخ، انتوا شيوخ خايفين تدافعوا عن القضية الاولى للمسلمين الاقصى، خايفين. يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم عليكم، عندكم متابعين الدنيا ملان. لو انت ولكم بس شير شير لبوست واحد، وين انتوا؟ انتوا كلكم كذابين، كلكم جبناء، كلكم كذابين، كلكم حتى بالدين بتاجلوا، وهذا اكبر دليل. سوري على اللي راح احكيه، سوري كثير. مية خليفة، يا خليفة اكيد انتوا الشيوخ تعرفوها، نزلت عن فلسطين وانتوا يا شيوخ لا. اي الله اكبر، اخس عليكم واحد واحد. واستنوا شوي عشان ما تقولوا لي عم بتلومي الغريب، طب لومي القريب، حلومي القريب، حلومه للقريب. سلطتنا وينكم؟ شو سبات؟ سبات الشتاء؟ وين انتوا؟ لغيتوا الاحتفالات بالعيد؟ صراحة لو ما طلع هذا القرار كنا ناويين نحتفل يوم يوم بالعيد. شو هاد؟ شو هذا؟ ولكم عيب. هحكي كلمة واحدة، اللي عجبه عجبه، واللي ما عجبه يعمل أي إشي اللي بده إياه، يبلط البحر. رحمة الله عليك يا أبو عمار، على الأقل الدم الفلسطيني ما كانش هالقد رخيص على زمنك، على الأقل.